من جديد أهلا بكم. قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجمات ليلية على عدة مدن في أوكرانيا منها خاركيف وميكولايف، وهذا في وقت أعلن الانفصاليون بشرق أوكرانيا دخولهم أطراف مدينتي بيسكي وكراسنوا كورفكا المتاخمتين لدونيتسك. وأعلن الجيش الأوكراني مقتل عشرات الجنود الروس وتدمير مستودعات للذخيرة في معارك منطقة خيرسون على عدة محاور من بينها خطوط إمدادات القوات الروسية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن مقتل عشرات السجناء في سجن تسيطر عليه روسيا يظهر بوضوح أن روسيا دولة راعية للإرهاب. على الجانب الآخر اتهم الجيش الروسي والانفصاليون المدعومون من موسكو والقوات الأوكرانية بقصف السجن، وهو الأمر الذي نفته كييف. من جانبها قالت وزارة الاستخبارات البريطانية أن روسيا ستعمل على ضم المناطق التي سيطرت عليها جنوب أوكرانيا، وأضافت أن القوات الروسية نجحت في بناء نظام عبارات لتعويض الجسور المهدمة. في آخر تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أكدت أنه لا ينبغي التشكيك في عزم روسيا لتفكيك أوكرانيا ومسحها من خريطة العالم بالكامل، مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السابقة عن أهداف روسيا في عملياتها العسكرية على أوكرانيا.